جمهورية فدرالك الصومالية محكمة قبل كبنادر قيبت عقابتها واحدة تشجع ما أنت أو خميسة أو تاريخ تهاي لبعتني تضبطي بشي سديدات لبعض كوني لبعتنك واحد محكمة كل واقصة حكم كيس كدعوديت كعقابتها النبر كيس فيها هاي لبعض بقول كنت نية سديد لبعض كوني لبعتنك هذه السنة كي هاي agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dawladda federaalka Soomaaliya guuleed maxamed ibraahin ina xaliima maxamed saciid konton iyo sodon iyo laba jir ah kuna yadeysna laba qodobada 204 iyo 1 306 iyo 3 306 iyo 6 306 iyo 7 307 iyo 5 صدح بقول تدواتن يلح عرك عقاب سوماليات كاسو كيس كيس محكمة وصو فريسات هاي شن شن فري الدعوديد حكم كمحكمة ده محكمة وحى كل هالشيء قضى بعض الله بقول أفرتن يكو عرك عقاب سوماليات حتى يحول دويني ما دام وكو تدي سجار كا lagu shubay lacag dhan 202 kun oo dollar isla markaasna uusan wax difaac ah u keenin qaabka ay ku baxday lacag dhan 105 kun 907 dollar sidoo kale oo lunsaday lacag dhan 32 kun oo dollar oo adeeg aan jirin oo wasaaradda caafimaadka kaga qaatay kareynta baabuurkiisa khaaska ah waxay kaloo maxkamaddu ku heshay qodobada 363 صدح بقول لحد إن يلح وحنا كح كنتي تبص النوع حرقة يجناح لعجات أردن كنتني يسجال مليون بقول تدواتني صدح كن أوشن الصومالة ونرد جن طلا بكون صدح بقول لحد إن يلح دولار سدوا كلا وح كح كنتي نقصنا الدولة دو كعري العج تقولون صدي أردن بقول صدني تدوا كن سجال بقول يتدوا دولار حكم كن وح وهرين إياه كريبيست حفيز تدوين سوا فصن قدوك بقول يكو يقدوك بقول يلا بحير كعقاب سوماريات لما أنت إن عيدا وحوفر رفعان كل سمان مدد وشرع وشارع كيس كلا بعد إيه محكمة كل واقع سو ما أنت أو خميسة أو أي تاريخ تهاي لبعة ثانية تضبطي بشي سديدات لبعة كون يلا بعة تنكا وكيس كنا بركيس يهاي لبعة بقول أفر ثانية تضبط لبعة كون يلا بعة تنكا ويدي سنكا يهي علي الشيخ دون عبدي انا حرسيه ورسام الروبلي افرتني اللي حجره اهلا ملكيلا شركة ماموس General Contracting and Surface يو مضاحة هبينتا كوميتمتي كانترول اي حفيسك حسابية قود اي دولة فدرالك سوماليا kuna eedaysan qodobada 201 204 280 iyo 281 xeerka caqabta Soomaaliya maxkamaddu waxay ku heshay Cali Sheekh Doon qodobada 204 xatoo iyo xoolo dadweyne 201 ku danaysay xafiis iyo 280 waxaana ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 88 milyan 725 kun أوشن الصومالة، ونرد لجنتا صدق كن شن بقول أفرتني سجال دولار، سدوا كلا واحد كح كنتي إنه قصنا الدولة كعليه، لعقدن لعقدة أولن صدي أردن كنتن يسديد كن شن بقول يشان دولار، حكم كان واحد وهرين يك ريبست حفيز تدوين سدوا كح صن قطب ك بقول يكو يب بقول يلا حير كعقاب صوماليات، محكمة واحد كلا نقطي حكم سنها، دمانة دي وكتشوجي. لما أن العيادة وحافرة رفعان كسما أنت والشرع وتشدي كيس كسر تحادي محكمة كل واقع سواء كيس تعودات كعقابتها النبر كيس فيها هي لباب بقول أفرتني يسديد لباب أكون يلا واتنكا إذا سنك كليهين إذا سنيالك كليهين كو أويس حسن عمر إن حليم مودي نور لحدني لبشرة كنا إذا سن قد بدل لباب بقول كنتني كو لباب بقول أفرتني كو لا بقول يسديتن يلا بقول سديتن يكو لا آخر يتدواتن يكو حركة عقاب سوماليات يو هذا سنة هلا بعد خضر أويس حسن إن سارة حبيب أحمد أو
26 jir ah ahaana maamulaha shirkadda Al-Habib Business Center kuna yadeysan qodobka 280 iyo 281 xeerka ciqaabta Soomaaliya. Xukunka maxkamadda. Maxkamaddu waxay ku heshay eedeysanaha koowaad Awees Xasan Cumar, waxay ku heshay qodobka 251 ku danaysa xafiis dawladeed, waxaana ku xukuntay 1 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 29,525,000 oo shilin Soomaali ah, una dhiganta $183. Eedeysanaha labaad Khadir Awees Xasan maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 280 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxaana ku xukuntay 3 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 29,525,000 shilin Soomaali ah, una dhiganta $183. Dhammaan dhinacyada waxaa u furan rafcaan ku siman muddada uu sharcigu jideeyey. Maxkamaddu halkaa inoogu joogto. Maxkamaddu inoo xalatay bilaha.